استمرارا لحملة شوف بنفسك التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة، واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية. شوف بنفسك، إنجازات جمهوريتنا الجديدة. وبتستمر حملة شوف بنفسك اللي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة. قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مستمرة في تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، واللي شملت مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة، واللي بتعتبر من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع اللي بتعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط، وده بيرجع لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها. كانت زيارة جميلة جدا، انا ما كنتش متخيلها مبدئيا بالشكل ده. النهاردة جينا زيارة لشركة النصر للكيماويات، لقينا حاجة بصراحة ما كناش نتوقعها، صرح كبير، حاجة مشرفة لمصر. عرفنا كمان حاجات كتير، ان الشركة فيها كذا مصنع، فيها تقريبا 47 مصنع او قطاع، فشفنا النهاردة حاجات جميلة والشركة ما شاء الله لذيذة، اللي هو مصر فيها حاجات جميلة يعني. مبسوطة ان في المصنع كامل، قرية يعتبر مساحة كبيرة قوي من المصنع اللي قائمين عليها ومشرفين عليها مصريين. كمان فكرة ان من انا وهنا اقدر اتابع كل المستشفيات في كل الجمهورية، اقدر اتابع الاكسجين بتاعهم ناقص او لا عشان اقدر اوفر لهم، فده اعتقد ان هو هيحل مشكلة كبيرة مستقبلا ان شاء الله. كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات الى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ. الطلبة شهدوا اعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية، وعمل القيمة المضافة لهذه المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجي. استفدنا جدا بالمعلومات لغاية ما جينا هنا عند الكروكة، المعلومات كانت مفيدة لنا جدا واستفدنا، وإن شاء الله لما نتخرج هنسعى إن احنا نيجي نقدم ونشتغل في الشركة هنا. النهاردة كنا يعني في زيارة لمصنع الرمال السوداء في البرولوس، وبصراحة الاستقبال كان حلو جدا وكل حاجة كانت تمام، وكل كان بيشرح لنا يعني كل حاجة بالتفصيل، ودخلنا مصنع الزيركون الجاف والرطب، وكانت يعني كل حاجة كان في استفادة كاملة بصراحة من كل حاجة، وإن شاء الله بعد ما نتخرج هنيجي هنا وهنعمل يعني هنتدرب وهيبقى في استفادة أكبر من كده كمان. كمان شملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، واللي بيعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تحدي كبير قامت بيه مصر لاستصلاح الأراضي في منطقة توشكا أرض الخير، نظمنا زيارة لطلبة الجامعات شافوا من خلالها طرق الري والوسائل الزراعية الحديثة اللي بتتناسب مع طبيعة المنطقة ومنتجاتها المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. طبعا في ظل المشروعات اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس، مشروع توشكا شفنا كمية تنوع في الزراعة رهيب، وشفنا مدن كاملة جاهزة ان الناس تعيش فيها،
احنا الواحد فخور ان الرئيس السيسي دايما مهتم بالشباب ان هم يشوفوا الحاجه على ارض الواقع، وان احنا في مشروع توشكا توفر فينا ان احنا شفنا فتح طرق جديده لمستويات العماله على كافه المجالات. فبجد الواحد فخور ان احنا بقينا نشوف ده على ارض الواقع وان الزراعه بقت متطوره في مصر. النهارده احنا جينا هنا في مشروع توشكا عشان نشوف الانجاز اللي بيتم في مصر في المجال الزراعي، وهو مشروع مهم من ضمن ركن من الثلاث اركان للمشاريع الزراعيه اللي بتعملها مصر زي شارع العوينات ودرب الاربعين وكمان مشروع توشكا. احنا مبسوطين ان احنا جينا هنا وشفنا حجم الانجاز المبذول. الحمد لله الرحله كويسه جدا تستحق الزياره يعني، وحاجه كويسه ان احنا نحول الصحراء لارض نستفيد منها، ارض خضراء، ارض ناخد منها خيراتها كلها. باللي احنا شايفينه ده النهارده حاجات ما شاء الله يعني. وبدل ما انت بتشوف حاجه مثلا من على النت او حاجه وانت متضايق، تعال شوف نفسك، تعال شوف نفسك هنا، الدنيا بجد غير انت تشوفها خالص، الدنيا بجد تستحق انك تشوفها. جايه تحت مبادره شوف بنفسك عشان نشوف المشروعات القوميه اللي قدمها سياده الرئيس. حاجات حلوه واحنا اول مره نشوفها الحاجات دي، واول مره نشوفها كده على الطبيعه. وبدعوا شباب الجامعات كلهم ان هم يجوا يشوفوا فعلا بنفسهم، لان هم فعلا هيستمتعوا جدا. حقيقي دي كانت بالنسبه لنا زياره مفاجاه جميله جدا، لان احنا شفنا حاجات، احنا يعني حكايه ان احنا نقرا او نتكلم او اي حاجه، لا المهم اهم حاجه تيجي تشوف بنفسك هنا. حقيقي مبادره ممتازه جدا، واحنا بندعو شباب مصر كلهم ان هم يجوا يشوفوا المشروعات العملاقه اللي معموله دي. ان شاء الله مصر كلها تبقى بخير طالما كلنا هنبقى ايدينا في ايدين الرئيس، والرئيس يعني اللي احنا شايفينه ده. احنا بنشكرك وبنشكرك يا ريس، واحنا معاك ووراك باذن الله. انا النهارده في مشروع توشكا. مشروع توشكا من المشاريع العظيمه جدا اللي هتوفر فرص عمل للشباب المصري. انا فخور ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اقام بالمشروع ده، لان ده بيعمل لمصر اكتفاء ذاتي، حاجة كويسة جدا وحاجة فخر لينا وفخر المصريين كلهم، وفخورين بالبلد وفخورين بالقوات المسلحة والعمل العظيم اللي البلد بتقوم بيه. طبعا أنا ما كنتش مصدقة طبعا إن أنا هاجي ألاقي حاجة بالمنظر ده. إحنا طبعا بنشوف الكلام ده في التلفزيون، بس مش زي إن إحنا نشوف الكلام ده على أرض الواقع. طبعا إحنا مش متخيلين إن في الصحراء هيبقى في مشاريع زي كده، لحد ما خلاص عدينا أكتر من نص الطريق. طبعا إحنا شايفين صحراء قدامنا، مش شايفين زي ما بيجي في التلفزيون. طبعا بنقول إن ده مش حقيقة. فلما جينا هنا فعلا شفنا قد إيه المشروع حاجة كبيرة جدا وحاجة مشرفة للبلد، وهتأثر فعلا على اقتصاد البلد في الفترة اللي جاية. وبتستمر الزيارة اللي بتنظمها القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لكل الأجيال الجديدة. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة.